السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا مشاهدي قناة حلب اليوم. في الآونة الأخيرة كثر اختفاء واختطاف الكثير من الناشطين والإعلاميين والعاملين في المكاتب الإعلامية، ودائما تكون من قبل مجهولين وتقيد ضد ناس ملثمين. منهم هؤلاء الناشطين من أعدم، ومنهم ما زال مصيره مجهولا وما زال مختفيا، ومنهم من كتب له أن ينجو من هذه المحنة. يسرنا اليوم في هذا اللقاء الخاص أن نلتقي بأحد الناشطين الناجين من سجن دولة العراق والشام. دعونا نشاهد هذا التقرير التالي ثم نعود لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. أحمد بريمو شاب في 28 من العمر، متزوج حديثا ورزق بطفل قبل 4 أشهر. درس لغات البرمجة وإدارة الشبكات، وعمل مع زملائه في تنسيق المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، وشارك في العديد منها. هاول يا ويلي هاول، قصف شعبك يا الخاين. اعتقل أحمد 4 مرات، 3 منها في سجون نظام الأسد، والأخيرة في سجن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولدى تعرضه للملاحقة الأمنية من قبل النظام، انتقل على إثرها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر. عمل أحمد في المجال الإعلامي، وشارك في تأسيس اتحاد الإعلاميين في حلب، كما عمل في المجال الإغاثي ونشاطات أخرى. مساء 16 من شهر تشرين الثاني، قام عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باختطاف أحمد من منزله في حي الأنصاري الشرقي، حيث شهدت تلك الفترة اختطاف العديد من الناشطين البارزين في مدينة حلب واغتيال بعضهم. إلا أن الحملة الأقوى كانت ضد الناشطين الإعلاميين، حيث تجاوز عدد الإعلاميين المختطفين في حلب خلال أقل من شهرين 15 شخصا، وبات العمل الإعلامي في سوريا أخطر مهنة في العالم حسب منظمة مراسلون بلا حدود. وبعد 53 يوما من اعتقال بريمو، خرج أخيرا برفقة العشرات من المعتقلين في مشفى الأطفال بحي قاضي عسكر، والذي اتخذه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام مقرا له. عشرات الجثث عثر عليها داخل المقر حينها، بعضها يعود لإعلاميين معروفين، والبعض الآخر يعود لعسكريين ومدنيين كذلك، في حين لم ترد أي أنباء عن مصير بقية الناشطين الإعلاميين المختطفين لدى التنظيم، كعبد الوهاب ملا أبو سطيف ولؤي أبو الجود ومؤيد سلوم وآخرين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد، يسرنا باسمي وباسم قناة حلب اليوم وباسمكم أن نرحب بضيفنا الأستاذ الناشط الإعلامي أحمد بريمو. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بك، كيفك؟ الحمد لله على سلامتك أولا. الله يسلمك، شكرا كثير لكم. الله يخليك يا رب، شكرا أنك شرفتنا بهذا اللقاء. أستاذ أحمد، لو بدأنا من لحظة اعتقالك وتحدثنا عن كيفية وكيف تم اعتقالك بالتفصيل لو سمحت. نعم، بداية الأمر يوم السبت تاريخ 16/11/2013، كنت بالمنزل سهران عندي بعض الأصدقاء والأقارب في سهرة، يعني خلينا نقول هي كانت سهرة عائلية، أو خلينا أقرب ما تكون سهرة أصدقاء، أقرب من سهرة أصدقاء. أني عدد الأشخاص كان موجود عندي يومها كان عيد ميلادي، أو صدفت ذكرى عيد ميلادي، فكان عندي أصدقائي المقربين مني حابين يعملوا سهرة احتفالا بهالذكرى. يعني حوالي الساعة 10 ليلا سمعت أصوات صعود درج، فقمت لأتحرم الأمر، توقعت يكون أحد الأصدقاء يعني من اللي بعد ما أجوا، لأن يعني كان في أشخاص رح يجوا كمان، توقعت يكون حدا منهم، فقلت لهم استقبلوا. فبتفاجأ لما بشوف حوالي 3 أو 4 ملثمين تقريبا
وصلوا على الباب يعني. فسألوني وين مين أحمد، فقلت له أنا تفضلوا يعني. فورا دغري عرفت إنه جايين من شاني قبل حتى ما يسألوني، فطلب منه يتفضلوا يعني لحتى إذا تم اختطافي أو اعتقالي، بما أنه كان في سجلة حالي أو حالتين اختطاف، فطلب منه يدخلوا لحتى إذا تم هالأمر يكون على مرأة يعرفوا الموجودين ومين كان، مين اللي أخذني، وين أنا رحت، ما اختفيت فجأة أنه طلعت لأشوف أو أطلع أقضي مشوار أو أفوت على الحمام أو ما إلى ذلك يعني. توقعوا هيك يعني، خفت توقعوا هالأمر. فبدأت استدرجهم لداخل البيت وكان والدي موجود حتى كمان، ورجعوا كرروا السؤال مين أحمد. فقلت له أنا أحمد، تفضلوا كيف فيني ساعدكم، كيف فيني أخدمكم. قال تفضل معنا. قلت له مين حضرتكم، كان جوابي لهم. قال نحن من الهيئة الشرعية. فأنا في دغري جاوبتهم قلت له أنتوا أكيد ما لكم الهيئة الشرعية، لأني أنا من الهيئة الشرعية. طبعا أنا عضو بالمكتب الإغاثي بالهيئة الشرعية، كون أني أنا ممثل منظمة إغاثية تعمل في الداخل. فدائما كان في اجتماعات وتنسيق مع الهيئة الشرعية في حلب، وكنت أخذ صفة عضوية بالهيئة الشرعية من قبل رئيس مكتب الإغاثي بالهيئة الشرعية. هو صديقي، فقال أنت عم تكذب، أنت مالك من الهيئة الشرعية. قلت له لا أنا من الهيئة الشرعية وأنتم مالكم من الهيئة الشرعية. فهون والدي تقدم لعند هذا الشخص اللي عم يحكي وبيحاورني، طبعا ملثم كان، وطلب منه قال له ابني انا زلمه كبير بالعمر ومعي مريض ضغط، فما بترجاك قل لي شو بدك، ما يعني تخليني اتعب اكثر من هيك. فنهره بطريقه كثير يعني صراحه ضايقت منه انا. الامر اللي دفعني انه انا ادفع والدي للخلف واتقدم نحوه. قلت له ما في داعي، لحتى هو حتى لما قرب والدي طلب بدي اطلب على طلب على القبضه، قال له بعث لي مؤازره في بعث لي مؤازره. فانا قربت لعنده قلت له ما في داعي للمؤازره، تفضل بروح معك وين ما بدك، انا مالي عامل شيء لحتى اخاف منك. فهون تم اقتيادي من درج البيت الى باب مدخل البناء. كانت الحاره تقريبا اكثر المحلات تجاريه وما في حركه، كان مغلقه، ان كان وقتها كان في حظر تجول على ما اذكر. فتم وضعي داخل سياره نوكيا كرنفال، سياره فان، وسمعت على القبضه، حكى مع الشخص على القبضه، قال له صار معنا. قال له طيب بتقيده وبتغمض له عيونه وانتبه ما حدا يلحقكم او حدا يعرف مين انتم. فانا لما سمعت هذا الحديث كثير توجست يعني. يعني انا متاكد انه هن من تنظيم الدوله، لكن توجست اكثر انه توقعت رح لما قال له ما شوف ما خلي حدا يعرف من وين رح تطلعوا او من وين رح تروحوا، توقعت يكون رح ينقلني لمناطق سيطره النظام. بما انه كان في عنا شكوك، او مو بس انا، جميع الناشطين، جميع من تحدث وانتقد الدوله او تنظيم الدوله كما يسمونها، توقعت انه ينقلوني على مناطق سيطره النظام. فكان انه عنا شك انه هن في عنده علاقة مع النظام. فهون كتير يعني توجست وخفت. بعد انطلقت السيارات، وصل من حوالي من بيتي لحاجز دوارة الحج، قبل دوارة الحج هون في حاجز لتجمع، فاستقم كما أمرت. وصل عند الحاجز فقال له على القبضة، قال له في حاجز، قال له وقف عليه وانتبه ما يكون في حدا لحق، دائما يكرر عليه كلمة انتبه ما يكون في حدا لحق. وقف على الحاجز، فالعنصر اللي على الحاجز سأله مين حضرتكم، قال له أحرار الشام. فالحاجز ما وقف ولا فتش السيارة، قال له تفضلوا. بعد ما أطعن الحاجز على القبضة اللي أحد الأشخاص كمان سمعته، أنا عم بسمع حديث القبضة، يعني القبضة موجودة بالسيارة يعني، بتعرف القبضة ما بيكون فيها سماعات، بيكون سبيكر دائما. فقال له على القبضة، قال له في سيارة لاحقتنا، قال له بتهرب منا وما بتخلي تدخل بالحارات فرعية وما تخلي يعرفك. رجع عاد عليه كرر انه ما تخلي يعرف مين انتم. فبالظاهر اللي كان بالسياره اللي بتلحقون هي احد اصدقائي اللي كانوا من اللي كانوا سهرانين عندي بالمنزل. وحسب ما فهمت بعد ما طلعت طبعا الحمد لله، انه وقفوا على الحاجز، قال له كمان، قال له مين انتم، قال له نحن عم نلحق هي السياره، لان هي السياره او هي المجموعه اللي سيارتين او ثلاثه يمكن كانوا بالضبط ما بعرف، قال له ان هدول خطفوا احد اصدقائنا، هو ناشط اعلامي. فبدغري الحاجز تجمع فاستقم، تواصل على القبضه مع الحاجز
التالي اللي هو كان موجود عند دوار الصالحين. فالحاجز التالي قام بإقامة قطع الطريق ونصب حاجز بشكل عرضاني. فلما وصلنا وصلت سيارة اللي تقلني والسيارات الأخرى اللي كانت موجودة فيها عناصر التنظيم، طلب من الأشخاص ينزلوا من السيارة. فهون الجميع نزل من السيارة وتأهب يعني أخذ وضعية الاشتباك أو المقاومة. فهون السيارة فضيت والباب مفتحة. أنا ما كنت هون ما كنت مقيد لكن غير معصوب الأعين، لأني كان ما لقى شيء يعصب يعصب لي عيني كل شيء. فعم شوف تماماً، لأني كان هن كانوا كثير يعني متلبكين وبدهم بس إنه يوصلوا للمكان اللي رايحين عليه لحتى ما يصير شوشرة، لأني كان في حسيتهم خايفين يعني، حتى لدرجة إنه حسيتهم خايفين. فمجرد وصلوا على الحاجز نزلوا من السيارات، نزلوا من السيارات، أنا بقيت لحالي بالسيارة. فأنا عم تابع الموضوع، قلت لك عم شوف. فشفت أحد الأشخاص اللي واقفين على الحاجز، هو صديق إلي يعني كان معي من بدايات من بداية الثورة، كان صديق وكنا دائما نطلع نتظاهر سوا، لكن هو انتقل للعمل العسكري بكتائب عمارة اللي هي إحدى فصائل تجمع فاستقل كما أمرت، وأنا بقيت بالمجال المدني المدني بشكل عام. فلما شفته أنا قلت معناته بإذن الله يعني الله بعث لي إياه لحتى هذا ينقذني من بين إيديهم. فتجرأت ونزلت بالسيارة وصرت أرقد وصيح باسم هذا الشخص، ومع أني على يقين كنت متأكد يعني أنه بأي لحظة ممكن تجيني طلقة من الخلف وتم تصفيتي لأني هربت. فأنا ما هربت باتجاه الأزقة أو الأحياء يعني، أنا هربت باتجاه صديقي هذا اللي شفته لحتى التجئ فيه يمنعهم أنه يأخذوني. فللأسف هو كان مخدوع يعني أو ما بعرف كيف يعني. لما وصلت لعنده قال لي خير، أنا بصرخ باتجاه بركض باتجاهه وبصرخ باسمه إنه يا فلان أنا أحمد بريمو، يا فلان هدول خاطفيني. فوصلت لعنده أخذني عبطني بحضنه وقال لي طول بالك روي. فأجوا هنا باتجاهي باتجاهه طبعا وصار معنا عيطوا بيصرخوا. فقال له مين أنتم مين حضرتكم؟ أقول له نحن الدولة، نحن من الدولة. فهون هو مسك هيك تركني يعني بعد يدي عني وقال لهم، قال لي هدول اتجه يعني وجه حكي وقال لي هدول اخوتنا لا تخاف. فانا هون بعرف يعني شو كيف يعني اخوتنا. قلت له يا فلان يعني خليني معك، طيب خدني لعندك، انا اعتقلني عندك او اخطفني عندك بدك يعمل فيني بس ما تسلمني لهم. قال لي لا تاكل هم بروح معك. فهون دغري هنا اخذوني ورجعوا حطوني بغير سياره لكن بصندوق السياره، حطوني بالباكاج. بعد ما طلعنا بصندوق السيارة، بعد ما أخذوني بصندوق السيارة مشت السيارة كمان عن قبضة عم نسمع. قال له أصحك، ما خلوا يطلع معي بالسيارة، أو له طلع بسيارتك الحقنا بسيارتك، أو له أصحك يلحقوك على القبضة. بيقول له قال له إنه وقفونا وكذا، هيك شرح له الوضع صار والسيارة ماشي. قال له أصحك يلحقوك لو اضطريت تشتبك معهم. وصلنا لعند دوار الحاوز، هي بيقول له منطقة باب النيرب قبل مقر تنظيم الدولة مشفى الأطفال حوالي 50 متر. هون في طريق مقطوع يعني عاملين مثل منطقة أمنية تبعهم معزولة. فدخل بهذا الطريق ووقف السيارة ونزلوا صاروا يضربوا رصاص حي عليهم. هلا أنا ما بعرف إذا كان الضرب عليهم بشكل مباشر أو في الهواء، لكن بعد ما عرفت بعد ما طلعت عرفت إنه في أحد الأشخاص تصوب ضربوا عدد كبير يعني الأيرة النارية. سمعت الاشتباك صار يعني حسيت اشتباك كثير، أصوات كانت كبيرة. بعدين رجع طلع بالسيارة ودخلني على المقر لجوات مشفى الأطفال، وبدأت هون بدأ مسلسل الاعتقال. اسمح لي أستاذ أحمد، هون اضطر لسؤال ثاني اللي هو بعد وصولك لمقر الدولة. نعم وصلت لمقر الدولة، هل أنت كنت تعرف أنه هون هي مشفى الأطفال؟ هل كنت تعرف أنه شو هو مقرهم وين بالضبط؟ وشو صار معك أول ما دخلت؟ وشو التهمة اللي توجهت إليك فورا؟ نعم بداية طبعا قلت لك أنا كنت غير معصوب العيون. لما وصلنا على المقر فورا أول شغلة عملوه هي عصبوا لي عيوني ودخلوني على المقر اللي هو مشفى الأطفال. أنا بعرف مشفى أنه هون مشفى الأطفال لكن شو في جوا ما بعرف، بس أنا على يقين أنه دخلنا مشفى الأطفال. أنا قلت لك لما جاوني كنت مفتح عيوني وعم شوف يعني قدامي. دخلوني على المقر منبطحا بشكل
خلوني أسطح على الأرض على بطني وإيدي ورا ظهري. فعم بسمع إجا واحد قرب قال له مين هاد؟ قال له هذا أعلامي. قال له ليش جايبينه؟ عم بسمع أنا الحكي طبعا بالهمس. قال له لأني عم يحكي علينا أو عم يحكي على الدولة يعني بهالمعنى. قال له إذا كل واحد بده يحكي على الدولة بتكون تجيبوا لي إياه بتجيبوا نص حلب. فقال له بعدين بعدين. هلا هون بعد فترة حوالي شي ساعة ونص ساعتين نزلوني للبناء أسفل البناء اللي هو الطابق السفلي. اللي هو بالمكان اللي فيه زنزانات المعتقلين. تم وضعي بالكريدور حوالي 4 ساعات. تم تفتيشي، ما كان معي شيء، انا كان مجرد معي مبلغ من المال وفلاش ميموري. اخذوا اسمي سجلوا لي اياهم حطوهم بكيس، نفس الامور اللي بتصير باي معتقل يعني. يسالوني انه شو عامل العناصر يعني ما بيعرفوا شو تهمتي بعد، يسالوني شو عامل، قال لهم ما بعرف ما بعرف ما بعرف. فدائما لما قال له ما بعرف يقول لي انت شبيح انت خنزير، انت شبيح انت خنزير. هي العبارات اللي كانت دائما تتوجه لنا تتوجه لي بشكل خاص يعني، او لاي حدا كان جاي اذا ما بيعرفوا تهمته. نمت اول ليله، طبعا ما نمت يعني، مر علي اول ليله بالكاريدور. الصباح اليوم التالي تم ادخالي الى مهجع. مهجع موجود فيه حوالي 39 شخص، حوالي 40 شخص. بعد حوالي 3 ساعات انطلبت انه للتحقيق، اخرجوني لعند والي حلب. هلا بالعاده بطبيعه الاحوال بحسب معرفه طبعا بعدين، انه اي حدا بده يتحقق اي متهم او اي سجين بيحققوا معه بالكريدور او في غرفه خاصه للتحقيق. لكن انا دون الاخرين، طبعا هذا ما انا عم بحكي، اللي حكوه الاشخاص اللي قابلت معهم بالسجن. تم اقتيادي الى الطابق الاول حيث مكتب والي حلب ورئيس المقر الامني. والي حلب ابو الاثير، ملقب ابو الاثير العبسي، هو من اسره العبسي، سوري الاصل، من قريه بريف ترمانين اسمها تل الكرامه. نعم. وكان موجود شخص رئيس المقر الامني اسمه ابو عبيده المغربي، ملقب ابو عبيده المغربي، هو رئيس المقر المغربي الامني عفوا. وكان في اشخاص اخرين، طبعا انا معصوب العيون لكن دائما هن خلوك تعصب عيونك باي شيء بتلاقيه يعني، قطعت قماش شغله، فكنت قطعت القماش اللي كانت على عيوني الرابطه عم تشوف يعني، كانت عم تشوف تمام، لكن ما عم شوف انه ملامح شخص، عم شوف انه شخص اي ماشي، بس شو هي ملامحه ما بشوفها. فمجرد انه طالعوني لعند هذول الاشخاص، حتى صفات الاشخاص واسمائهم ما كنت بعرفها، بعدني انا جاي جديد يعني. لكن لما سالت الاشخاص يعني انه مين فلان اللي جابني، مين اللي ضربني، مين اللي كذا، يقول لي فلان وفلان. فلما دخلت الامير الوالي عفوا والي حلب ابو الاثير وقف على حيله وبلش ضرب فيني بايدي طبعا اول شيء، بعدين وقعت على الارض. فدغري صار حوالي 5 أو 6 أشخاص يشاركوا معه بالضرب، منهم بايديه، منهم برجليه، منهم بعصي، منهم ببوري انبوب ماء، منهم يعني بكثير، يضربني بشكل كثير يعني لئيم. ويقول لي بالكلمه اللي بيها بالحرف، قال لي ابو الاثير، قال لي انتم الاعلامي، انتم الصحفيين اكثر من استلذ بقتلهم وتعذيبهم. وقام بوضع احدهم قام بوضع حذاء على فمي ويضغط بشده. طبعا انا هون قلت لك يعني اثناء التعذيب من كثر شده التعذيب اغمي علي حوالي 2 أو 3 مرات لا اذكر بالضبط. كل ما يغمى علي احدهم يضع ايده عن يعني جسم نبضي او كذا، يقول له فطس، يقول له لا بعد، يقول له خلي صحي، صحوني وتابعوا ويجاوا يجددوا ضربي. هوني بعد حوالي نص ساعة وأكثر من التعذيب المتواصل قاموا باقتيادي هن أنفسهم اللي كانوا عم يعذبوني، منهم بيناتهم الوالي والي حلب. قاموا بإعادتي إلى الغرفة على الدرج، طبعا نزلت ترفيس مثل ما بيقول كما نقول دعكلي إن صح التعبير.
إلى غرفتي. الغرفة الزنزانية اللي أنا فيها مهجع رقم 2. طبعا دخلوني هنا عم يضربوني، كلهم دخلوا هيك، وطلب من الموجودين جميع السجناء، قال لهم هذا ما حدا بيقرب عليه ولا حدا بيحكي معه، وطلب من الجلاد أو السجان، قال له هذا بيضل مكبل الأيدي ويضل في براسه كيس نايلون، يعني إنه بحيث إني ما أشوف، دائما مقيد بالكلبشة وبراسي كيس نايلون وما حدا بيحكي معه. وهذا الأمر اللي تم طبعا. هذا الشيء تم معك في أول يوم جيت على المقر أم ثاني يوم؟ صباح يعني أنا اعتقلت ليلا. نعم. صباح اليوم الأول. نعم. أستاذ أحمد، كم مرة استدعوك للتحقيق؟ هل خضعت لهيئة شرعية كانت تحاكمك؟ وشو طبيعة الأسئلة إذا كانت خضعت لمحكمة؟ شو طبيعة الأسئلة اللي توجهت إليك؟ هلا خضعت للتحقيق، هي إذا فينا نعتبر أول مرة تحقيق، هي ما هي تحقيق، هي كانت عبارة عن تعذيب. نعم. هي مرة. المرة الثانية في اليوم التالي أخرجوني بعد القتلة. تم استدعائي من قبل أحدهم اللي شخص المحقق اسمه، هو الجلاد أنا كشفت بعدين ما هو محقق، اسمه أبو دجانة، يكنى بأبو دجانة. سألني عن أشخاص ومعلومات كتير قديمة، يعني من 2006 قبل فترة رحت لما كنت عم بأدي خدمة الإلزامية. سألني عن معلومات كتير دقيقة، برغم ما هي ذات أهمية لكن دقيقة، وما حدا بيعرفها إلا أقرب المقربين إلي. هي الأسئلة اللي سألتها تاني مرة، قلت لك. المرة الثالثة بعد 25 يوم من اعتقالي كمان سئلت عن الجهة التي أعمل معها بالإغاثة، سئلت عن قصة اعتقال شخص أحد أصدقائي، وسئلت عن الاتحاد الإعلاميين اللي تم تشكيله قبل اعتقالي بحوالي أسبوع. نعم. هلا هي بالنسبة للأسئلة. التهم التي وجهت إلي، وجه إلي عدة تهم في كل مرة، تهمة توجه إلي في كل مرة من التحقيق، حتى في كل مرة أسأل عن وضعي، إنه أنا دائما كل ما يجي محقق إنه أسأله فلان، أسمع إنه صوت أجل محقق، أسأله يا أبو حيدر اسمه أو أبو دجانة، يا أبو حيدر، أبو حيدر رئيس محققين، يا أبو حيدر أنا ليش، شو صار معي، يقول لي أنت تهمتك كذا، كل مرة اللي دفع تهم وجهت إلي، التخابر أو التعامل مع جهة أمريكية، التعامل مع النظام، تسليم معتقلين للنظام، ناشطين للنظام، علماني، يعني هي أبرز التهم اللي وجهت إلي يعني. طيب أستاذ أحمد، اسمح لنا نروح لفاصل. أعزائنا المشاهدين، فاصل ونعود لنكمل ما تبقى من الحوار مع الناشط أحمد بريمو. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد لاستئناف الحوار مع الناشط أحمد بريمو. أهلا بك أحمد من جديد. أحمد، كيف كانت طبيعة المعاملة من قبل السجانين للمعتقلين بشكل عام، وهل تم ممارسة أي ضغوط عليكم داخل المعتقل؟ نعم، معاملة السجانين بشكل عام كانت جدا سيئة. نعم. كان أكثر الموجودين يعني تعامل معاملة ضرب، تعذيب، إهانة، تحقير، وكان الضغوطات اللي تم ممارستها هي في الحقيقة قد تكون بالنسبة لي، أنا بحكي النفسية أسوأ من الجسدية. نعم. رغم وجود الطرفين، يعني الجسدية الضغوطات الجسدية موجودة، لكن النفسية أثرها كان أكبر وأشد علي كأنا كناشط أو كإنسان كان في يوم من الأيام يدافع عن ليس التنظيم ولكن الجماعات الإسلامية حتى المتشددة منها، وعلى جميع من شارك في الثورة سواء بالعمل المدني أو بالعمل العسكري. نعم. هاي الأمور اللي كانت أكثر تأثر فينا أكثر من أي شيء. نعم. أستاذ أحمد، خلال الاعتقال، خلال 53 يوم اللي أنت ضليت معتقل فيهم، هل تم إجباركم شيء على أداء الصلاة
وإذا تم ذلك كيف يتم إجباركم على هذا الشيء؟ يعني؟ أبداً. بعض الأشخاص حالات يعني مهن مسجانين لما يدخلوا يشوفوا حدا مثلاً الكل عم يصلي وحدا قاعد يسألوا إنه ليش هذا ما عم يصلي، لكن إجبار ولا الإجبار أبداً ما تم إجبار. حتى بموضوع الوضوء والطهارة كان خلينا نكون واقعيين مو معدومة أكثر من معدومة، يعني لما كانوا ينقلوا المساجين للحمامات يعني كان ما كان في حمام بالغرف، كانوا يطاروا المساجين للغرف إلى الحمام مرة أو مرتين باليوم أحيانا مرة فقط. معظم المساجين أو كثير منهم أصيبوا بحالات إسهال وما كانوا يقدروا يعني ما في عندهم طهارة أبدا. هي بالنسبة للطهارة الشخصية، أما بالنسبة للطهارة بشكل عام يخلونا نحن المساجين يعني نطلع في الأقدام للحمامات، الحمامات دائما في بأرضيتها مياه آثنة والطهارة معدومة، ولما أنا نتوضأ يقول لك ما في مي تيمم، ما في حنفية تيمم بالحائط. طبعا إذا حدا طلب وضوء، لكن أنه يجبروا حدا على الصلاة أو يخلوا حدا يصلي لا أبدا. أستاذ أحمد، طبيعة المعتقل كيف كانت؟ المهجع اللي كنت أنت ساكن فيه يعني هل كان في أغطية تغطوا فيها أيام البرد؟ هل كان في فرش موجودة؟ يعني هل تفاصيل؟ نعم. بالبداية أول ما دخلت أنا على المعتقل ما كان فيها البرد الشديد يعني، لكن بعد فترة دخلنا بالفصل الشتاء بشكل أكبر وبلشت الثلوج تتساقط. طبعا عرفنا أنه تتساقط الثلوج من خلال في ضغط فتحة التهوية بين علينا. الأغطية كان كل ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص على بطانية واحدة. نعم. وبالنسبة للفرش أكيد ما في فرش، كان كمان الأربع أشخاص نفسهم فوقهم بطانية تحتهم بطانية والأرض تحتها مباشرة. لكن بالآونة الأخيرة قبل التحرير بعشر أيام تم توزيع بطانية على كل شخص. لما السجن عدد المساجين قل تم توزيع بطانية على كل شخص، وتم فرش أرض الغرف أو الزنزانات بسجاد. نعم. أستاذ أحمد، عدد المعتقلين اللي كانوا معك بنفس الغرفة أو المهجع خلينا نسميها بتتصور قد ايه كان؟ وعدد الكلي عندك رقم تقريبي انه عدد المعتقلين بشكل عام في مشفى الاطفال اللي هو كان مركز تنظيم الدوله الاسلاميه؟ هلا عدد المعتقلين بكل غرفه كان يتراوح بين 50 لل 25 20 شخص. نعم. هاي بالنسبه للغرفه اللي انا كنت فيها، بعض الغرف كان فيها اعداد اكبر وبعض الغرف كان فيها اعداد اقل، طبعا بحسب ما الاصوات اللي عم نسمع بحسب في اشخاص كانوا يحولون من غرفه لغرفه فنعرف هالمعلومات منهم. عدد الغرف الموجودة المعروفة يعني معروفة للجميع يعني انه هي غرف عامة ما تجون سرية يعني بالنسبة للسجناء، كانت حوالي بالضبط 11 غرفة. لاحقا تم بناء 6 منفردات، وكل غرفة اذا راح نقول 50 معدل وسطي، نقول 50 40 معدل وسطي، يعني حوالي السجناء الموجودين يعني بين 600 و 700 اقل اكثر بالضبط، يعني ما فيني احدد لك رقم. نعم. نعم. في صباح الثامن من الشهر الحالي احمد بريمو حر طليق. نعم. كيف تم ذلك لو تفضلت؟ بدايه الامر قبل التحرير باربعه ايام، حوالي تقريبا اربعه ايام، نزل احد الامراء عنا على الغرف، صار يدخل غرفة غرفة، ولما وصل عنا على الغرفة فتح الباب ملثم يتكلم اللهجة العراقية، لكن لاحقا عرفنا انه هو ليس عراقي انما هو سوري من البوكمال. عرفنا هالشيء من شخص هو احد عناصر تنظيم الدولة معتقل معنا. دخل هذا الشخص اللي عم يحكي و قال بما معناه انه يوجد بعض الصحوات حسب وصفه يحاولون إثارة الشغب او الخروج عن طوع الدوله او امر الدوله اطاعه الامير. نعم. هلا وتكلم عن انه هالاشخاص هدول هالصحوات هدول هن علمانيين، هن يريدون الدوله الديمقراطيه، هن جالسون في احضان حمد واردوغان بحسب وصفه. نعم. وتوعد لهم. فطبعا بداية الحديث قبل ما يقول هالأشخاص قال هل يوجد أحد منكم يود أن يتمرد، طبعا باللهجة العراقية عم يحكي،
انه هل اكو احد يبغى يتمرد علينا؟ فاستغربنا اللهجه هي. تحدث بعدها عن هالصحوات، فهون احنا عرفنا انه في مشكله بين تنظيم الدوله واحد الفصائل. ما توقعنا ابدا يكون في شيء اسمه جبهة إسلامية أو جيش مجاهدين أو توقعنا يكون فصيل، مثل أكثر من مرة صارت هالقصص، ما صار في مشكلة بين الدولة، دولة الإسلام ولواء أحرار، مو لواء أحرار، لواء شهداء بدر، خالد حياني وفصائل أخرى المعروفة بغض النظر بدون ذكر أسماء. فهددنا وتوعد إنه إذا صار حاول أي حدا يعمل تمرد أثناء، إذا في حال سمعنا اشتباكات أو طقطقت مفخخات بحسب ما ذكر، مستعد إنه يغلق السجن علينا ويرمي من الشبابيك قنابل ورمانات لحتى يحرقنا. وتوعد إلنا طبعاً هالشي بمن يحاول التمرد، وتوعد للصحوات اللي وصفهم بالصحوات بإنه رح يتم فرمون، ووصف انه الدولة الإسلامية هي الباقية ونحن باسطين سيطرتنا بالعراق وأربيل وما بعرف عدة مناطق ذكرها منذ سنوات ومستمرين على هذا. هذا كان قبل التحرير بيوم. نعم، قبل التحرير بحوالي 3 أو 4 أيام، بعدة 4 أو 5 تماماً. أيام 4 أيام بالضبط. في يوم التحرير كيف كان؟ تماماً. فهون بعد هالحكي اللي حكاه صرنا نسمع انه أصوات اشتباكات، بدأنا نسمع بأصوات اشتباكات وبدأت الحصار اشتد على تنظيم الدولة أو على مقر تنظيم الدولة. استمر في ليلة التحرير، استمر الاشتباكات حوالي طوال الوقت تقريبا إلى صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر بقليل قمنا بأداء صلاة الفجر أو أداء صلاة قضاء الحاجة، من ثم صلاة قضاء صلاة الفجر. صرنا نسمع، بدأنا نسمع أصوات المساجين يتحدثون مع بعضهم عبر الغرف. هون كان في انقطاع بالماء، كان حوالي 3 أيام ما في عندنا أي قطرة ماء. الناس المساجين، من تبقى من المساجين، صاروا يتساقطوا من العطش ويغمى عليهم. فنطرق الأبواب بحاجة لماء، نطلب ماء لأسعاف العطشة المساجين اللي أغمي عليهم أو سقطوا من شدة العطش. ما يرد علينا أحد. فعرفنا هون أنه المبنى فضي، فحاولنا نكسر الأبواب. أحد أحد الغرف نجح المساجين اللي فيها بكسر الباب، وقاموا بفتح الأبواب على المساجين جميعا، وقمنا بخروج من داخل المقر إلى خارجه، ثم التوجه إلى ساحة المقر، مقر الأمني، بعد ذلك إلى المقبرة المشرفة على الساحة. طبعاً في الأثناء ولا عنصر من تنظيم الدولة كان موجود أبداً في المبنى. أبداً أبداً. نعم. بعد خروجك بساعات اكتشفت مجزرة داخل مشفى الأطفال الذي كان مقر التنظيم، ونشرت صور القتلى الذين كانوا. هل عرفت أحد منهم؟ نعم، عرفت أكثر من 10 أشخاص كانوا معتقلين معي في نفس الزنزانة. منهم من تم نقله قبل أيام، ومنهم من تم نقله قبل ساعات من التحرير. طبعا تم نقل المساجين على 3 دفعات 3 أو 4 دفعات. في كل مرة كان يتم أخذ من كل غرفة حوالي من 2 إلى 5 أشخاص. طبعا بدأوا بالأشخاص اللي مرق على اعتقالهم فترة أطول، وما في كان يعني خلينا نقول نوع معين من التهم الموجهة لهم، لحتى نقول إنه هالأشخاص تهمتهم أكبر من أشخاص آخرين. لكن تم طريقة الاختيار يعني بالضبط شو هي كانت ما بعرف، أو أليد الاختيار، لكن تم نقلهم. فكل ما كانوا يجوا دفعة كنت أنا أوقف على الباب وحاول أسمع إنه شو عم بيصير حكي برا، شو عم بيصير حوارات بين السجان أو بين السجان والمساجين أو بين السجانين الموجودين. فسمعت أحد الأشخاص بالضبط ما بعرف مين هو عم بيسأل السجان إنه شيخ لوين أخذيننا يعني نحن.
فقال له انه اخذين نحن ناخذكم على بيوتكم رح نطالعكم. فقال له نحن هلا محاصرين على حكيكم انتم انه هلا نحن محاصرين كيف رح يتم اخراجنا الى بيوتنا. فقال له لا نحن في عنا طريق رح نامنكم له نوصلكم عليه وانتم بعدين بتدبروا حالكم. فصار يبكي هذا الشخص قال له يعني شيخ انا حوالي صار لي 120 يوم تقريبا هيك على ما اذكر يعني رح اشوف اولادي وهو عم يبكي. فقال له ايه ان شاء الله رح تشوف اولادك خلص وين شو بدنا نعمل فيكم يعني نحن محاصرين ليش نضل عايفينكم عندنا. بعد فترة حوالي بين الدفعة والدفعة حوالي 10 دقائق يجوا ياخذوا دفعة أخرى. نحن بالغرفة اللي بقينا كنا عم نسمع الأشخاص اللي عم بياخذوهم وكانوا عم بيحزموا عم بيقيدوا الأشخاص اللي عم بياخذوهم. فكمان واحد ثاني قال له طيب ليش طالما رح نطلع على بيوتنا ليش عم بتقيدونا؟ قال له نحن نعرضكم على القاضي هلا ناخذكم أول شيء على القاضي فورا اللي ما عليه شيء فورا بيخلي سبيله واللي بيقرر القاضي توقيفه بنرجعه لهون. طبعا ما رجعوا ولا حدا. فبالغرفه نحن كان غرفتنا قبل التحرير بساعات موجود فيها 28 شخص بالضبط. بعد ما اخذوا الدفعات بقينا 8 اول دفعه وثاني دفعه وثالث دفعه ورابع دفعه بالضبط هي 3 أو 4 دفعات فبقينا 8 أشخاص فقط بالغرفه. ف بعد هالفتره كان يوقف على الباب السجان يكون معه حدا. هالحدا مين ما بنعرف لاني ما كنا نشوف بس اللي يفتح الباب السجان المقنع فقط. فاللي يوقف على الباب اول شيء يقول له الشخص اللي معه يقول له طالع فلان وفلان. فيفتح الباب يقول فلان وفلان وفلان كذا الاسماء اللي قال له اياهم الشخص اللي يلقنوا الاسماء يطالعون. فاخر شيء بذكره انا من صوت هذا السجان وقف على الباب هو والأمير تبعه أو الشخص اللي عم يلقن الأسماء قال له هلأ الدور مين صفى عنا؟ قال له أحمد بريمو وشخص آخر. فأنا يعني كتير توجست من الأمر وما بعرف حسيت حالي نقبضت خفت كتير. طبعا هالشي كله بلمح البصر يعني خلال لحظات. فلما قال له أحمد بريمو وشخص تاني السجان وضع المفتاح في الباب ليفتح الباب وياخذ الاشخاص اللي قال له عليهم اميره اللي من ضمنهم انا. ف سبحان الله مجرد ما وضع المفتاح في الباب رح يفتح الباب اصيب صار في سقطه قذيفه او بطلق ناري بالضبط معنا صوت وحدا صرخ بصوت عالي الامير او ابو فلان اصيب بالضبط الاسم ابو مين ما بعرف لانه كان في اصوات ضجه واشتباكات. قال له ابو فلان صوت من بعيد اجى قال له ابو فلان اصيب. فدغري سحب المفتاح من الباب ورقدوا لعنده يعني ابتعدوا من الغرفه باتجاه الطابق العلوي وبعد ما اجوا ما اجى حدا ابدا. استاذ احمد كتبت على صفحتك على الفيسبوك وقصص حقيقه مؤلمه ونشرت صور موجعه لاشخاص كانوا معك في المهجع نفسه او في مقر الاعتقال. خلينا نحن نتحدث عنه بتفصيل شوي أكثر وخلينا نبدأ بسعد قدور. هو ابن مدينة تل رفعت كانت تهمته في مقر التنظيم أنه تخابر للواء التوحيد. نعم. ما قصته لو تفضلت؟ سعد قدور تم إدخاله إلى الزنزانة التي أنا كنت موجود فيها قبل التحرير بحوالي 20 يوم. كان في حالة يرثى لها نفسيا وجسديا. طبعا قدرت اعرف منه انه كان معتقل بمقر تنظيم الدوله في اعزاز حيث تم اعتقاله هناك. تحدث عن ظروف اعتقاله وكيف ان عناصر الدوله وجهوا اليه له تهمه تخابر للواء التوحيد. وكان وقتها هو بالأصل سعد لا يسمع سمعه جدا ضعيف يعني. سمعه جدا ثقيل يعني لما نحكي معه لحتى نقرب لجنب دانه لحتى يفهم يسمعنا شو الكلمة اللي حكيناها. نعم.
فكان تهمته انه استقبال لواء التوحيد بعد ما جابوا وما بعد نقله لعنا للمقر مشفى اطفال بحوالي 10 ايام يعني قبل التحرير ب 10 ايام تم اخذوا التحقيق اخذوا ضل يومين حتى بعد يومين لرجعوا رجعوا مشلول اليدين. فحاولنا يعني احنا نساعده شوي سالنا عن وين كان هالفتره اليومين فعرفنا منه انه كان مشبوح يعني معلق من يديه الى الاعلى من خلال كلبشات وتحته ما في شيء اقدامه على الارض يعني. فهذا الشيء اللي ادى له مثل حاله شلل مؤقت ما بعرف شو التوصيف الطبي الى لا ايديه طبعا. ولما بعد ما تم تصفيته كان الشيء واضح عليه فسالنا عن مجريات التحقيق فعرفت منه انه كانوا عم يتهموا بيصروا على تهمه الاستقبال لواء التوحيد وحجتهم انه هو كان معه مسكوا معه بالسياره ورقه مكتوب عليها يسمح لسعد قدور الاستقبال لواء التوحيد يعني هي انه من سخريه المضحك المبكي انه شخص مخ اذا كان حقا عم يستقبل لواء التوحيد بيخلي معه انه ورقه او حدا بيعطيه ورقه او هويه انه يسمح لفلان لفلان الاستخبار هي تهمته. بالآونة الأخيرة بعد ما خلص التحقيق ورجع هو بهالوضع كتير كان يخاف من الإعدام مع أني ما كان في فكرة الإعدام ما كانت موجودة عندنا بالغرفة أو بالسجن بشكل عام أبدا أنه إعدام أي شخص. فنقول له يعني طول بالك يا زلمة شو إعدام مع إعدام يبكي يقول بدي بس أشوف ولادي يعني أنا ما عندي مشكلة شو بدهم يعملوا فيني بس أشوف ولادي. نهدي من روعه شوي نحاول نمزح معه ونضحك معه فهو كمان رغم هيك كانت روحه مرحة فإن خيو معلش يعدموني بس ما يعدموني بالحبلة يشنقوني شنق ولا بهي اللي هو اللي حسب وصفه يعني اللي حكي يقول ولا بهي اللي هيك نقول له هي اسمها مقصلة يقول إيه ولا بالمقصلة فنضحك. للأسف رحمة الله عليه. ننتقل للشخص الآخر كمان تكلمت عنه في الفيسبوك هو عبد الفرج. نعم. الشخص الذي كان يفصل بينكما رجلان في المنامة. نعم. ما قصته؟ عبد الفرج أو أبو محمد الجياري أو أبو شكيب. نعم. ثلاث أسماء له. شخص بغض النظر ما بعرف إذا سيء ولا جيد لكن هو كان معتقل حوالي قبلي بشهر تقريباً. يعني لما تم تصفيته تقريبا حوالي كان له 90 يوم اعتقل بتهمة طبعا فترة 80 يوم من اعتقاله ما تم توجيه أي تهمة له ولا تم استدعاءه للتحقيق أبدا أبدا أبدا. بعد اليوم 80 تقريبا تم استدعاءه للتحقيق وجهت إليه تهمة تأسيس أول صحوة في سوريا. هذا الشيء اللي وجهوا له إياه بسبب هو كان أحد مؤسسي أو قادة ما يسمى بتجمع عشائر سوريا. هذا التجمع اللي بيضم فصائل عسكرية عدة فصائل عسكرية من العشائر عشائر البادية السورية. أبو محمد الجياري تم نقله إلى غرفة قبل التصفية بغرفة أخرى قبل التصفية بحوالي 5 أو 6 ساعات. بعد ما طبعا تم تصفيته وأنا خرجت الحمد لله بفضل رب العالمين شفت بعض مؤيدي تنظيم الدولة يتحدثون عن أنه هذا الرجل وضعوا صورة جثته وهو مقتول بعد تصفيته أن هذا الرجل هو مجاهد تونسي أو ما بالضبط ما بعرف جنسيته اللي عم يحكوا وأن هذا الشخص اللي صفاه هم تنظيم الصحوات حسب وصفهم. فأنا كتبت حتى على صفحتي على الفيسبوك أنه هذا الشخص فلان الفلاني من سكان حي الصاخور من عشيرة الجيارة اسمه عبد الفرج ومثلت اعتقاله حوالي 90 يوم. وضحت الادعاءات التي كانوا يدعونها. وضحت الادعاءات تمام. هلأ هو في نقطة كمان ممكن حتى اللي بيحب يتأكد بشكل أكبر أو حتى كمان أقول على ظروف اعتقال أو محمد والشيء اللي مر فيه
عبد الفرج أبو محمد بحوالي بعد أسبوع أنا من اعتقالي جاء أحد المحققين لعنده وطلب عنوان طبيب كان ياخذ أبو محمد ياخذ ابنه لعنده. فأبو محمد هون أول مرة كان شفته عم يبكي وهي المرة الوحيدة اللي بكى فيها أبو محمد. سألته عن سبب بكائه وليش إنه تبكي، قال لي أنا ابني صغير عنده طفل حوالي عمره 8 سنوات أقل شوي أكثر شوي بالضبط ما بذكر، عنده زيادة كهرباء في الدماغ، وهذا دائما لما بتجي هالحالة بياخذوه عند الطبيب وما في غير طبيب واحد بكل المناطق المحررة اللي تخضع لسيطرة الثوار، فمعناته ابني في خطر، ابني صار عنده وضع اسعافي، فلذلك اجوا اخذوا عنوان الطبيب. لا حول ولا قوة الا بالله. ننتقل الى الشخص الاخر هو ميناس وابو ميناس، هم من الاخوة المسيحية ووعدوهم بالافراج عنهم اذا اسلموا. نعم. ما الذي حدث معهم؟ ميناس وأبو ميناس، بالواقع ميناس وأبو ميناس ما كانوا معي بنفس الغرفة بنفس المهجع، لكن كانوا بالمهجع المقابل للمهجع علي، لكن أسمع دائما أصواتهم أصوات الحديث معهم، وكان أحد الأشخاص معهم وانتقل على غرفتي حكى لي قصتهم بالتفصيل. نعم. وهذا الشخص استشهد وهلأ إن شاء الله بنذكره اسمه الله يرحمه. ميناس وأبو ميناس هن شخصين من إخواننا بالطائفة الأرمنية، تم اعتقالهم قبل التحرير بحوالي 120 يوم. ظروف اعتقالهم انه هن عندهم اصحاب معمل لصناعة الثلج في منطقة صناعية بالشيخ نجار، دولة تنظيم الدولة وضع يده عليه، فلما راحوا على المعمل العناصر الموجودين معهم طلبوا منهم مراجعة مقر الامنيين اللي هو مقر مشفى الاطفال. اثناء مراجعتهم المقر تم اعتقالهم والتحفظ عليهم. الفترة كانت طويلة، الأحداث اللي مرت معهم بالضبط ما بعرفها، لكن أنا اللي سمعته اللي بقدر أشهد عليه قبل حوالي شهر، يعني بعد اعتقالي حوالي 25 يوم شهر، حقق معهم أحد القضاة الشرعيين اسمه أبو عيسى، هو قاضي شرعي على ما أذكر أبو عيسى اسمه، طلب منهم أنه الإسلام، عرض عليهم الإسلام، وإذا أسلموا وعدهم إذا لما بيأسلموا بيتم الإفراج عنهم. فهون كان أبو ميناس رحمه الله طلب منه أنه بنأسلم لكن بشرط ما يتم عرض إعلان إسلامنا أمام طائفتنا، يعني خوفا من المشاكل أو التبعات التي قد تحدث. فقال له ما في مشكلة يعني بما معناه، وتم إعادتهم إلى المهجع اللي كان محبوسين فيه. قبل التحرير بساعات احد المحققين اجى رح ياخذهم، فقالوا انه وين اخذنا؟ قالوا عرضكم على القاضي، ما يعني طلعوا رح عرض رح نقوم بعرضكم على القاضي. فميناس قالهم قالوا للمحقق او اللي جاي يقتادوا على كما ادعى عند القاضي، قالوا ما نحن اسلمنا. طيب قال له انتم اهل الكتاب وانجيلكم محرف، ف إن أسلمتم فإسلامكم لا نقتنع به ولا إيمانكم، فأنتم إن أطلقتم يمين أو أقسمتم يمين فيمينكم غير مأخوذ به بسبب أنكم من أهل الكتاب والكتاب محرف، هذا الكلام. تم نقل مع من تم تصفيتهم، وبعد ما خرجت تفاجأت إنهم بينهم. نعم. الشخص الآخر هو ناصر غزال، الرجل الذي كان صديقك وأخوك وأبوك حسب ما كتبت، ما قصته هو وابن عمه ياسر؟ ناصر غزال أو أبو عبده كما كنا نكنيه، ناصر غزال اعتقل هو وابن عمه ياسر غزال وشخص من أقاربي أيضا يدعى محمد الأحمد، وعدد حوالي 8 أو 9 أشخاص من لواء أحرار سوريا. نعم. تم اعتقال قبل حوالي 120 يوم تقريبا، حوالي 4 شهور من التحرير في مدينة الرقة، وتم نقله من مدينة الرقة إلى مدينة حلب على أساس أن يتم الإفراج عنهم مجرد وصولهم إلى حلب بسبب عدم ثبوت أي تهمة عليهم. التهمة أو سبب اعتقالهم الرئيسي ناصر غزال أو بلواء أحرار سوريا بشكل عام كان متهم بخطف أو قتل أو تصفية
القائد العسكري السابق اللواء علي بلو، المدعو علي بلو، أثناء يعني قبل فترة خروج ذهبهم إلى الرقة وجدوا سيارة علي بلو مع أحد الأشخاص، فحفظوا عليه: أنت منين جايب السيارة؟ ليش هي السيارة معك؟ هي فقال له: أنا هي السيارة اشتريتها من رقة، هذا الشخص اللي لقوا معه السيارة. قال له: بنروح معك على الرقة لنعرف مين اللي باعك السيارة، إن هي سيارة شخص مفقود عنا مقطوف. قال له: ماشي تفضلوا. طاروا راحوا على الرقة، حوالي بحسب ما عرفت من ناصر الله يرحمه حوالي 12 شخص تم أخذهم إلى الرقة، طلعوا على الرقة بحوالي 3 أو 4 سيارات، وصلوا على الرقة لعند المكتب العقاري اللي باعهم السيارة، عرفوا منه إنه اللي باعوا السيارة المكتب العقاري هو أحد أمراء التنظيم في الرقة. قالوا له: بدنا إياه، بدنا نسأله كم سؤال. فطلب منهم إمهاله يوم لحتى يتواصل معه ويطلبوا له الشهادة. فهن قالوا: ماشي بكرة من الرجال عندك، وعساس يناموا بالرقة لحتى يقابلوا هذا الأمير اللي باع سيارة علي بلو للمكتب العقاري. بعد ساعات أثناء مرورهم بأحد الأماكن بالضبط، أنا بعرف منطقة الرقة ما بعرف، أو محافظة الرقة، تم إيقاف سياراتهم واعتقالهم بطريقة جدا سيئة، وضربهم وتعذيبهم، ووجهت إليهم تهمة محاولة تصفيه وتدبير تفجير او اغتيال او ما بالضبط يعني لاحد لبعض شخصيات الدوله في الرقه. لما نقلوا تم ثبتت انه براءتهم بحسب الشهادات اللي كانت من خلال التحقيق طلعت، وعدوهم انه ينقلوهم على حلب، نقلوهم على حلب. مجرد وصولهم على حلب قالوا لهم انه ضيوف عنا، يوم او يومين منطلعكم ان شاء الله. اليوم او اليومين ضلت حوالي 120 يوم. يوم قبل كان علي بهالاثناء القائد العسكري الجديد للواء احرار سوريا اللي هو محمود عفش كان يقوم بزيارتهم في السجن، هن الاشخاص الوحيدين اللي كانوا يقدروا يجيهم زياره، الزياره لكن مو بنفس المقر لكن بغير مقر، يعني ياخذوهم يزور يقابلوا محمود عفش، يعطيهم مثلا يجيب لهم ملابس ثياب اكل ويرجعون. طوال الفتره عم يتعاملوا معامله جيده لكن سجناء. فمحمود ناصر ورفاقه الشباب الله يرحمهم كانوا متامنين طلعتهم اليوم وبكره، اليوم وبكره، على اساس انه محمود عفش اللي هو كما يقال معلم، نعم، على علاقه طيبه مع الدوله ويسعى لهم بالخروج بالافراج. قبل التحرير بيومين دخل احد الجلادين واحد السجانين على ناصر، انا ناصر اللي كان معي موجود بالغرفه، الباقيين موجودين بالغرف، واحد بالغرفه المقابيلي محمد الاحمد وياسر الاحمد، ياسر الغزال كان موجود بالغرفه اللي على يسار غرفتنا. فدخل عندهم اخذهم طلبهم قال لهم: جيبوا اغراضكم، معلمكم بايع الدوله، يقصدون على محمود عفش. نعم. فيعني ناصر كثير فرح يعني الحمد لله، الحمد لله، واخذ ودعنا وطلع. تقريبا حوالي بعد 3 ساعات رجعوه. فليش كان هون في حصار؟ كان المبنى محاصر. فسالناه انه ليش رجعت؟ قال: ما في مين يوصلني، الوقت متاخر هلا بالليل، ياخذوني على اساس على عندان اللي هو ناصر بن عندان. نعم. فاجلوا الموضوع لبكره. ثاني نهار بالفعل او فجر نفس اليوم يعني دخل رجع نفس السجان ابو دجانه واخذهم، قال له: تفضلوا على اساس على الافراج. متفاجئ بانه تم تصفيتهم. نعم. استاذ احمد اسمح لي اني اروح فاصل، اعزائنا المشاهدين فاصل ونعود لنكمل هذه المأساة وهذه القصة، ابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى القسم الأخير من هذا اللقاء الخاص مع الناشط أحمد بريمو. أستاذ أحمد، لو تابعنا في الحديث عن الشهداء تم تصفيتهم، الأخ أبو النور محمد أمين العبدالله اعتقل بتاريخ 8/11
تهمة أنه يعمل مع خالد حياني. نعم. هل لديك أي معلومات أو تخبرنا عنه؟ أبو النور صاحب الابتسامة التي لا تنقطع دائما، أتمنى أن يكون بخير، أسأل الله أن يرده إلى والدته وزوجته. أبو النور اعتقل بالتاريخ اللي ذكرته من منزله. التهمة الموجهة إليه تعامل مع خالد حياني أو أحد أفراد لواء شهداء بدر. تم نقله طوال فترة اعتقاله، طبعا تم تحقيق معه عدة مرات وتعذيبه بشكل منهج وسيء جدا. قبل حوالي 10 أيام من التحرير تم عرضه على القاضي، وعلى أساس أنه تم الإفراج عنه. وصل أخذ أمتعته وأغراضه يعني مقتنياته الموجودة معه، ووصل على الباب، على باب المقر. بعد حوالي، حسب روايته يعني، أنا بحكيك هالمعلومة يعني، باب ما أخذوه على أساس يوصلوه على بيته، رجع. فسألنا أنه ليش رجعت؟ قال وصلنا على الباب، قالوا لنا أنه لا ارجعوا، ما في قاضي، ما خرجنا الحقكم، نعرضكم على القاضي، رجعوا بعدين منطالكم. نعم. فنقلوا رجعوا بعد حوالي 4 أو 5 أيام بالضبط، صباح يوم الجمعة، الجمعة الأخيرة من الجمعة الأخيرة قبل التحرير، قبل التحرير تم استدعاؤه هو ومجموعة أشخاص ونقلهم إلى مكان آخر، أتوقع يعني قد يكون إنذارات أو أي مكان آخر بالضبط لا أعلم. الشهيد الأخير أو لا ندري عنه شيء، أبو علي صليبي أحد السجناء لدى دولة العراق والشام، قد أشيع مؤخرا أنه أعدم، أي معلومات عنه؟ نعم. أبو علي صليبي هو من الأشخاص اللي تم تحويلهم يوم الجمعة، الجمعة الأخيرة قبل التحرير، مع أبو النور. تم نقله إلى جهة مجهولة، ولا يوجد أي معلومات عنه. بالنسبة لموضوع تصفيته أو عدم تصفيته، حسب ما أنا عرفت من الأشخاص اللي حكوا عن موضوع تصفيته، أنه تم تصفيته قبل شهر، لكن أبو علي صليبي حتى تاريخ يوم الجمعة الأخيرة قبل التحرير كان على قيد الحياة، وكان يتنقل بين المهاجع والغرف ويقوم بعلاج المرضى وتقديم الأدوية وتضميد الجراح لمن يحتاج إلى ذلك. الإعلاميين الذين ما زالوا مختطفين، عبد الوهاب ملا أبو سطيف، لؤي أبو الجود، مؤيد سلوم، ما زالت أخبارهم مقطوعة، هل سمعت عنهم أو هل التقيتهم خلال فترة اعتقالك؟ نعم، بالواقع في أعداد أكبر بكثير من الأشخاص اللي ذكرتهم حضرتك، لكن حجاوبك على الأشخاص اللي ذكرتهم، وحتى الأشخاص اللي أنا قابلتهم، أنا لم أقابل أحد من الإعلاميين قبل التحرير إلا مؤيد سلوم مراسل قناة الأوريان، زميل مؤيد سلوم، حتى لم أقابله بشكل شخصي، سمعت صوته وسمعت التحقيق معه أو حوار معه من قبل أحد السجانين، كان موجود بالمفردة المقابلة للمهجع أو الزنزانة التي أقطن بها أنا. تم نقله قبل التحرير بحوالي 3 أو 4 أيام إلى جهة مجهولة. أما بالنسبة لرؤية أبو الجود وعبد الوهاب ملا والزملاء الآخرين قناة سكاي نيوز والقنوات الأخرى، لا يوجد أي معلومات لدي عنهم، ولا أعلم أي معلومات أخرى قد تفيد بالوصول إليهم. أتمنى من الله أن يكونوا على قيد الحياة وأن يعودوا إلينا وبيننا إن شاء الله فتح الله أسرهم. أستاذ أحمد، برأيك ما هو سبب استهداف الإعلاميين بشكل خاص؟ يعني شو مشكلتهم معكم أنتم الإعلاميين؟ هلا بحسب الشيء اللي لمسته أنا خلال فترة اعتقالي، المشكلة ما هي مشكلة إعلاميين فقط، المشكلة مشكلة كل شخص بيفكر، كل شخص ما بيكون تابع لهم باتباع أعمى بطريقة عمياء. يعني أي حدا ممكن يقول لهم ليش أو لا أو أي، أو يسأل سؤال يستفسر أو سواء كان استفساري أو استنكاري، هو بالنسبة لهم خطر على دولتهم المزعومة. نعم.
هالشيء لمسناه من خلال وجودنا خلال الفترة اللي كنا معتقلين فيها، لأن دائما يعني خلال فترة الاعتقال ما كان موجود أي شخص شبيح كما يقال أو موالي للنظام أو عنصر من عناصر النظام، يعني أي شخص من الجهة الأخرى أو من كلهم كانوا من مناصري الثورة، لا يعترفون بالثورة لكن يدعوا أنهم ضد النظام، لكن بالواقع لم يوجد أو لم أقابل أي أحد تابع للنظام بشكل مباشر أو غير مباشر. كل اللي كانوا موجودين داخل المعتقل إما ثوار وإما إعلاميين وإما نشطاء وإما مدنيين يسكنون بمناطق المحررة وجهت إليهم تهم بسبب أو لآخر، إما لسلبهم أموالهم أو أسلحتهم أو ما إلى ذلك. هل سأل أهلك عنك وأنت موجود لديهم في تنظيم الدولة، وماذا كان التعامل مع أهلك وما كان جوابهم؟ بعد خروجي من المعتقل سمعت قصص وروايات من زوجتي ومن أقربائي اللي كانوا يسألوا عني، بصراحة ألمتني أكثر من اعتقالي بسبب المعاملة السيئة التي كانوا يتعرضوا لهم بها، وبسبب الكذب والمعلومات المغلوطة التي قاموا بتقديمها لهم. وأكبر مثال على ذلك عندما قام أحد القضاة طلب من والدتي ان تنساني، وقال لها ابنك محكوم اعدام، ابنك سيتم قتله، ابنك كذا. هاي المعلومات كلها اعطاء، يعني هاي الاشياء اللي كانت يعني التعامل كان سلبي، تعامل ما هو التعامل فقط، هاي الاشياء اللي كانت مدمره. يعني على في مثل عنا، يوجد مثل يعني في مثل، خلينا نحكيها بالعامية، في مثل عنا بيقول أم المهدد أم القتيل بتنام وأم المهدد ما بتنام. فهذا بالفعل واقع، يعني لو قايل مثلا والدتي إنه ابنك تم تصفيته أو تم إعدامه خير من إنه يقول لابنك انسي سوف وسوف وسوف. نعم. أستاذ أحمد، نظرتك لتنظيم الدولة الإسلامية قبل الاعتقال وبعد الاعتقال، هل تغيرت أم ما زالت كما هي؟ في الواقع النظرة بشكل عام ما في تغيير عليها، أكيد هن أشخاص لا يمتون الإسلام بصلة، ولا هم يشبهون الإسلام، ولا هم يمثلون إلا أنفسهم. لكن بالإطار الشخصي بالنسبة لي، تحولت نظرتي من أن جميعهم مسيئين وأشرار وقتل وما إلى ذلك إلى نظرة أخرى. خلال تجربة الاعتقال تعرفت أو قابلت أشخاص في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يحملون خلق الإسلام ويحملون فطرة نقية صافية، مغرر بهم شدة بشكل، يعني تلاقي أنه بيحب الإسلام، بيحب المسلمين، بيحكي أخلاق طيبة، أخلاق جيدة، لكن بيكون من تنظيم الدولة. طيب ليش عم تعملوا فينا هيك يا فلان يا شيخ يا كذا؟ قصاص، تعذير، ما إلى ذلك. فهي الأشخاص أنا صار في عندي دائما ألتمس العذر لبعض الأشخاص في تنظيم الدولة، وهدول الأشخاص اللي أنا بتمنى أنه نحن كسوريين، كثوار، كنشطاء نحاول قدر الإمكان أنه نوضح لهم الصورة لهالأشخاص، نعرفهم أنه في رؤوس وعقول مدبرة تقوم بتغرير بالمجاهدين، بمن طلب الجهاد بحق وطلب الشهادة وما خرج إلا لنصرة دين الله ونصرة المستضعفين. هؤلاء الأشخاص الذين أتمنى أن يستفيقوا إلى أمرهم وينظروا ماذا فعل من يدعي تمثيلهم وتمثيل الإسلام إن شاء الله تعالى. أستاذ أحمد، 10 أسئلة بدي أسألك إياهن، جواب بيكون بضع كلمات. يعني هل كان لديك إحساس أو يقين بأنك ستخرج من المعتقل؟ لا شك. ما هي أصعب لحظة مرت عليك في المعتقل؟
أصعب لحظة مرت علي في المعتقل عندما وصلني ملابس من زوجتي. ما هو الأمر الذي فكرت أن تفعله أول شيء بعد خروجك من المعتقل؟ تقبيل أقدام والدتي. أكثر شيء أقلقك وأنت في المعتقل؟ زوجتي. ما هو الصوت الذي يذكرك بالمعتقل؟ السلاسل الحديدية. من هو الشخص الذي اشتقت له أكثر شيء وأنت في المعتقل؟ ابني. الله يخلي لك إياه. الله يسلمك. أكثر شيء افتقدته؟ الحرية. بماذا كنت تفكر وأنت في المعتقل؟ التوثيق، توثيق ما أشاهد وما أسمع. ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ وهل تعتبرها خيرا لك أم شر؟ تعلمت الإيمان أكثر بالله، واليقين بأن من دعا الله وكان مظلوما بحق لن يغفره الله أبدا. والتجربة كانت خير، أكيد خير بإذن رب العالمين علي وعلى إن شاء الله الثورة وعلى البلد إن شاء الله. من الأشخاص الذين كانوا معتقلين معك من تركوا أثرا فيك؟ الشهيد ناصر غزال رحمه الله. ما هي طبيعة الأحاديث التي كانت تدور بين المعتقلين في نفس المهجع؟ حول الثورة وما آلت إليه. هل من وصية تركها أحدهم عندك؟ هي ليست وصية، إنما كان مشروع مزمع إنشاؤه بعد خروج المعتقل بيني وبين الشهيد ناصر غزال رحمه الله، هو إنشاء جمعية تعمل بأسر الشهداء في قريتي عندان. اللحظات الأخيرة قبل خروجك من المعتقل كيف تصفها لنا؟ كلمة واحدة أو كلمتين. ولادة من الخاسرة. ولادة من الخاسرة. شكرا لك أستاذ أحمد على هذا اللقاء الشيق، وباسمي وباسم الإعلامية الثورة وباسم قناة حلب اليوم نتشكرك على هذا اللقاء وهذا على هذه المعلومات، كشف الحقائق لكثير من الناس. أعزائنا المشاهدين، كان هذا اللقاء الخاص والحصري لحلب اليوم مع الناشط الإعلامي المحرر من سجون تنظيم دولة العراق والشام أحمد أبريمو. شكرا جزيلا لكم وشكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد. شكرا لك.